الحزب لا زال يعمل باش تمثل البرلمان، باش يمثل البرلمان القادم خطوة نحو الحل وليس خطوة نحو مزيد من التأزيم أو الانسداد. ولأجل هذا ما زلنا نطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن المنطقة الأغلبية العددية، حكومة من أجل إطلاق حوار وطني شامل، حوار لترميم المسار الإصلاحي وإصلاح الشوائب نتاعو، لتقوية الجبهة الداخلية، لتعزيز تماسك الاجتماعي، لتحقيق الانفتاح السياسي والإعلامي، لمواصلة مساعي التهدئة ولرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذا الشيء هو اللي راح يعزز استقرار المؤسسات تاع الجمهورية ويفشل المحاولات الموجودة لتقويض هذه المؤسسات وضرب استقرارها واستمراريتها.